السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب. مستمر معكم أنا الأستاذ محمد صغير، مدرس مادة الكيمياء. وصلنا أنا وأنتو من كتاب الكيمياء 4. تعرفنا بالفيديو السابق على الأسيتلار وبازلار، على الحموض والأسس، هذا ضمن الوحدة الأولى. مستمرين إن شاء الله أنا وأنتو سوية. وصلنا للقسم لصفحة جديدة وهي بعنوان إندي إنديكاتور. إنديكاتور وهو المؤشر أو الكاشف. إنديكاتور مؤشر أو كاشف، كلا الاسمين يستخدم. كيمياصال مادلرين تضلması onlara dokunulması zararlı olabileceğinden bir maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunun anlaşılması için farklı yöntemler kullanılmaktadır. يتم استخدام طرق أو وسائل مختلفة لأجل فهم إن كانت المادة أساس أي مادة قلوية بازيك مي أو إذا كانت المادة أسيديك مي، وذلك نظرا لكون بعض المواد الكيميائية ممكن أن تكون مضرة عند لمسها أو تذوقها. بو ينتم لاردان بيريسي، واحدة من هذه الطرق هي إنديكاتور. إنديكاتور وهو المعروف كما قلنا من العنوان باسم الكاشف. إنديكاتور بليرتيج بمعنى الكاشف أيضا، أيوراج الكاشف أو المميز، تأتي بمعنى المميز. كلاهما تختلف التسميات لكن المعنى ذاته. İndikatörler, el-kavaşif, asidik ortamda, fil-avsat, el-hamdiye, bazik ortamda, el-avsat, el-kalaviye, farklı renge, dönüşen, boyar maddelerdir. Hiye mavad, mavad sibagiye, tetagiyer launaha fil-avsat, el-hamdiye, وبالأوساط القاعدية، عفوا في الأوساط القاعدية وفي الأوساط الحامضية. İtkinlikte kullanılan denilmiş çay. لاحظنا سابقا في الفيديو السابق استخدمنا شاي تم تخميره جيدا ككاشف لاستخدام لتمييز الأوساط الحامضية والقلوية. Denilmiş çay استخدم الشاي. Kırmızı lahana suyu, asir el melfuf el ahmar, üzüm suyu, asir el enab gibi maddelerde ve ma yuşabihuha min mevad doğal indikatördür. Hiya kavaşif tabiiye. Deneyde fi tecrübe de fark edileceği gibi bu indikatörler limon tuzu eklendiğinde yani asidik ortamda farklı, karbonat eklendiğinde yani bazik ortamda farklı renk dönmüşlerdir. Huna fi tecrübe kema temma el-mulahaza inde idafet الكواشف إنديكتورلار التي هي ملح الليمون، لاحظنا تغير في لون الوسط، تغير في لون الوسط أي بمعنى الوسط حمضي. وعند إضافة الكربونات
لاحظنا أيضا تغير الوسط، بمعنى لاحظنا أن الوسط قلوي أي بازيك. İndikatörlerin çoğu bitkisel kaynaklardan elde edilen boyalardır. El kavaşif muazzamuha au aglabuha bitkisel kaynaklardan min masadir nebatiye elde edilen boyalardır. Hiye asbiga yetum husayl aleyha min masadir nebatiye. Örneğin misal anha. El misal ledeyna turunus sol indikatörü كاشف عباد الشمس، كاشف عباد الشمس اللي كان بتكيسيندان زت لنان بير بويادر، هو صباغ يستخلص من نبات اللي كان. نبات اللي كان سوف نستعرضه في صورة، لا أعرف تسميته في العربية تماما، سنلاحظ صورته سوية أنا وأنت. هذا هو نبات اللي كان، لاحظنا لونه الأصفر الذي يخرج على أطراف جذوع الأشجار، يشبه الفطر أو الوشنيات الخضراء. هذا نبات الليكان الذي يستخلص منه صباغ عباد الشمس المستخدم كمؤشر أو ككاشف للحموضة والقلوية. بعد أن شاهدنا الصورة نتابعها سوية. ترونسول إنديكاتورو gözen nikli kağıtlara emdirilerek kullanılır. Yetum istihdam kâşif abbad-ı şems bi teşribihi li varaka mesamiye güzenekli kağıt varaka mesamiye. Yetum teşrib sibak abbad-ı şems li varaka mesamiye ve istihdamıha ككاشف فيما بعد. بو شكل ده في هذا الشكل kullanıldığında turunsol kağıdı adını alır. عند استخدامه بهذا الشكل تسمى الورقة الكاشف ب turunsol kağıdı بورقة عباد الشمس وهي مشهورة في تحديد الحموضة والقلوية. Bildiğiniz gibi turunsol kağıdı asidik çözeltilere dağılırdığında inda gamer kema tarifun bildiğiniz gibi kema tarifun turnusol kağıdı varakat abbad şems asidik çözeltilere dağılırdığında kırmızı renge dönüşür. Tetahvel lelon ahmar ay inda غمر ورقة عباد الشمس بالأوساط أو بالمحاليل الحمضية تتحول إلى اللون الأحمر. بازيك جزيلتيلرا دالدرل دندا مافي رينجا دنشور عند غمرها بالمحاليل القلوية تتحول إلى اللون الأزرق. ميتال أورانج ميتال أورانج برتقالي الميتيل فينول فيتالين في الفينول فيتالين بروتيمول مافيسي أزرق البروميد أو بروتيمول أزرق البروتيمول وبنزيري وما يشابهها تزلتي لاريسا لابراتوار أورتامندا إلدا إديلان ويايغن كولانلان إنديكاتور لاردندير. محاليل محاليل أزرق بروم تيمول والفينول فتالين وبرتقال الميتيل هي يتم حصول عليها ضمن المخابر والتي تكون مستخدمة بشكل شائع ككواشف. هي من الكواشف المستخدمة بشكل شائع تم حصول عليها ضمن المخابر. مادة لرين ne oranda asidik veya bazik olduğunun tespiti için kullanılan yöntemlerden birisidir. Birçok endoktörün karışımı olan pH kağıdıdır. Maddelerin ne oranda bir
ve nesbe asidik veya bazik olduğunu tespit için litahdid bi ey nesbe hiya kolawiyet au hamdiyet. El mevad kullanılan yöntemlerden birisi vahide min atturuk. El müstahdeme birçok endektoran karışımı olan bir etç kağıdıdır. Min atturuk el müstahdeme li ecel tahdid nisbet el hamdiye av kulaviye lil mevad hiya varket el bi aç. Varket el bi aç velleti hiya halit min el kavaşef. Birçok indikatörün karışımı. Halit min adid min el kavaşef. Turnusol kağıdı da bir tür bir etç kağıdıdır. Varaket abbad şems hiya aydan nu' min enva' avrak el bi etç. Bi etç kağıdıyla bi etç ölçümü renk skalasındaki renklerle karşılaştırılarak tespit edilir. Yetum tahdid kıyas el bi etç ve zalika bi mukaranet lon ورقة البي اتش مع ورقة المقياس مع ورقة المقياس وكما تحد ما هي بالشكل لدينا هنا ورقة بي اتش وهنا المقياس الذي يتم به تحديد نسبة أو قياس البي اتش لكل لون قياس محدد من البي اتش يقابله. Buna göre vafkan lidalek pH kağıdı asidik veya bazik çözeltilere daldırıldığında hangi renge dönüşüyorsa bu renk sakaladaki renkle karşılaştırılır. Vafkan ya da inda gamer inda gamer varakat pH في محاليل حمض قلوية أو حمضية فأي لون يتحول له يتم مقارنته بالأرقام أو الألوان القياسية أو الألوان المرجعية التي يتم استخدامها لتحديد الـ pH. سكالاداكي رنجين pH ديري ise çözeltinin yaklaşık pH değerini verir. Bir hesap kıymet el pH el mukabili lil laun dımın el levha el merciiye ey levhet el elvan çözeltinin yaklaşık pH değerini verir. Tutina el kıymet takribiye de pH el mahlul. مثال عنها المثال سيركيه pH kağıdı daldırıldığında kağıt turuncu renge dönüşür. عند غمر ورقة ال pH في الخل نلاحظ أن لون الورقة تحول إلى اللون البرتقالي. pH skalasındaki turuncu renginin karşılığı 3 olduğundan nazaran likon lon lon el portugali yukabil pH 3 fi laihet el kıyasat laihet el elvan merciiye fe inna sirkenin pH değeri yaklaşık 3'tür. فإن قيمة الـ pH أي درجة الحموضة للمحلول هي تقارب الثلاثة كما تم المقارنة مع لوحة الألوان.
كما هذا، تحول اللون إلى برتقالي عند مقارنتها مع الألوان البرتقالي الذي تم حصول عليه مثلا هنا، أعطانا القيمة 3، معناها من المحلول الـ pH له درجة الحموضة بتساوي 3 تقريبية، وهي القيمة التقريبية. عندنا مثال هنا عن الجدول شارح لي فيها أكثر من مادة. مثلا عندي أنا هيدروكلوريك أسيد، حمض الهيدروكلوريك يأخذ قيمة pH 1، أعطيني لون ورقة الـ pH، وهون القيمة التقريبية للـ pH درجة الحموضة والقلوية. ليمون سيو عصير الليمون أعطتني هون لون برتقالي بدرجة pH تقريبية 2. سيركة الخل أعطتني لون برتقالي فاتح بقيمة pH قريبة من 3. صوديوم كلورور أعطتني قيمة 7، قيمة معتدلة فpH قيمة 7. تشاماشور سويو ماء الغسيل أعطتني pH بين 12 و13 بلون أزرق غامق وبنفسجي، فبيكون لدي pH بين 12 و13. صوديوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الصوديوم أوندورت أعطاني 14، مؤشر 14 بلون بنفسجي غامق لأزرق غامق بقيمة pH تقريبية وهي 14. أي كل قيمة pH تم وضع جدول لها لتقابل لون محدد من ورقة عباد الشمس. هنا شرح الجدول، تابلو دا يير ألان صوديوم كلورور و صوديوم هيدروكسيد pH ديرلريني ölçülürken önce bu maddelerin bir miktar suda çözünmesi sağlanır. ضمن الجدول لدينا المواد صوديوم كلورور، كلوريد الصوديوم، صوديوم هيدروكسيد الصوديوم عند قياس درجة الـ pH لها. قبل ذلك يتم حل هذه المواد ضمن مقدار محدد من الماء. Aradığından من بعدها oluşan çözeltilerin pH değerleri pH kağıdı ile tespit edilir. Oluşan çözeltilerin pH değerleri kıyam pH للمحاليل المتشكلة pH kağıdı ile tespit edilir. يتم تحديد قيمتها باستخدام ورق البي اتش. تابلو دا يير الان ديير ماديلار çözelti olduklarından pH kağıdıyla doğrudan ölçüm yapılır. بقيت المواد الموجودة في الجدول نظرا لكونها في حالة محاليل فيتم قياس pH لها بشكل مباشر باستخدام pH kağıdı. وصلنا سوا لفقرة أسيتيك بازلقلا pH كورامنن إليشكيسي، علاقة مفهوم pH بالقلوية والحموضة. pH 0'dan 14'e kadar değer alan çözeltilerin asitlik derecesini görceli olarak gösteren bir ölçektir. قيمة الـ pH من الصفر إلى الـ 14 هي عبارة عن مقياس يحدد أو يظهر درجة حموضة المحاليل وذلك بشكل نسبي جورجلي أولوراك وذلك بشكل نسبي. إذن عرفنا أن قيمة الـ pH هي تحدد درجة حموضة المحاليل بشكل نسبي تتدرج بين الصفر والأربعتاش. pH değerlerine göre bir maddenin asidik, bazik veya nötr olup olmadığını
veya hangi oranda asidik bazik olduğunu anlayabiliriz. Min vafkan lıkıymetil bi'aç nasıtıya en nefham in kânet el madde hamidiye av kulaviye av madde muhayide mu'tedile nötr av yumkin aydan ma'rifet nisbet el humuda ve nisbet el kulaviye. İzen hadi hiye el malumat leti tufiduna kıymet el bi'aç. واحد بتعرفنا على مادة إن كانت حمض، بتعرفنا إن كانت أساس، بتعرفنا إن كانت محايدة لا حمض ولا أساس، وبتقدر تعرفنا كمان على نسبة الحموضة ونسبة القلوية ضمن هذه المحاليل أو ضمن هذه المواد. بيلجي نوتو، لدينا هنا معلومة. ماذا تقول هذه المعلومة؟ pH تيريمي، مصطلح ال pH إنجليزجدان هيدروجين جوجو أنلامنا جلان power of hydrogen kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Hava mustalah, mustalah pH min el lugha el ingliziye alladhi huwa bi ma'na kuvvet el hidrojen. Min el tesmiye power of hydrogen tem akhad el huruf el kubra au el awaliye min el kelimat li istina' el mustalah el pH. Hadi hiya usul كلمة pH أو رمز pH. لدينا هنا المؤشر يظهر لدينا تدرج الـ pH من الصفر وحتى الـ 14. لدينا الألوان، لدينا من البداية من الأوساط الحمضية الأقل، من قيمة pH أقل تعتبر وسط حمضي، هيدروكلوريك أسيد حمض الهيدروكلوريك، ليمون سويو عصير الليمون، سيركة الخل، لاحظنا تقابل بي اتش واحد تقريبا، تقابل بي اتش اثنين، سيركة تقابل بي اتش ثلاثة، وهي جميعها أوساط حمضية. نلاحظ تغير لون، لون ورقة البي اتش بتغير المادة ودرجة البي اتش. صوديوم كلورور، كلوريد الصوديوم، لاحظنا أنه معتدل، أخذ لون أخضر. نوتر معتدل. تماشر سيو ماء الغسيل تأخذ قيمة بين 12 و13 كما مرت معنا. صوديوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الصوديوم وهو قلوي مشهور بدرجة بي اتش قريبة من 14 بلون أزرق غامق كما هو ملاحظ. إذا تعرفنا على البي اتش، تعرفنا على ورقة العباد، ورقة البي اتش المستخدمة كيف يتغير لونها بحسب قيمة البي اتش. نلاحظ ما هي المواد التي تعتمد على البي اتش في حياتنا اليومية. günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu ambalajlarından yer alan pH değerini inceleyerek anlayabiliriz. المواد الاستهلاكية التي نستخدمها في حياتنا اليومية يمكننا أن نعرف بالنظر إلى قسم إلى قيمة الـ pH الموجود على التغليف لهذه المواد لمعرفة إن كانت المواد هذه قلوية أو حمضية، أي بأن المنتجات المستخدمة في الأحوال في حياتنا اليومية على غلافها هناك زاوية مكتوب عليها درجة الـ pH، منها يمكن التخمين أو معرفة إن كانت هذه المواد حمضية أو قلوية. من الأمثلة عنا مثال واحد، غازلı içeceklerin pH değeri 7'nin altında olduğundan asidik özellik gösterir. المشروبات الغازية نظرا لكون الـ pH أقل من السبعة فهي تظهر خواص حامضية. Deterjanların pH değerini ise 7'nin üstünde olduğundan bazik özellikler özelliktedir. Ve nazaran لأن مواد التنظيف فيها deterjan سواء التنظيف بدرجة pH أكبر من السبعة فإنها تظهر الخواص القلوية. pH değeri düşüktükçe
düştükçe enkifaz kıymet LPH çözelti daha fazla asidik olur. Yakun mahlul hamdi bir şekil akbar. Enkifaz derecesi LPH yakun mahlul hamdi akbar. Benzer şekilde. Ve bir şekil müşabe pH değeri arttıkça endez ziyad derecede pH çözeltinin bazikliği artar. Birtifa derecede pH fe enne alkoloviye, koloviyet mahlul tezdad. Kama huve marre bana sabıkan fil mevad. Ledeyne bazı mevad huna fil resim. المنظفات أغلبها ضمن القلويات. المواد الاستهلاكية لاحظنا مواد التغذية وما إلى هنالك ضمن الحمضيات أغلبها. المياه في درجة متوسطة من القلوية. نكتفي إلى هنا من درسنا، نتابع في درس آخر. شكرا لحسن استماعكم ودمتم سالمين.